أكدت تقارير صحفية يوم الثلاثاء أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب الرحيل عن صفوف النصر السعودي. وانضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي في يناير كانون الثاني الماضي بعد أن فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد براتب قياسي يبلغ 400 مليون يورو لعامين. وقالت شبكة صحيفة سكاي سبور نقل عن صحيفة ديبورتيفو الإسبانية فإن رونالدو يرغب مغادرة النصر بعد 4 أشهر فقط انضمامه إلى النادي السعودي. ولا يمر رونالدو في أفضل أوقاته مع فريق النصر السعودي بعد أن خسر فرصة الفوز باللقب السوبر وكأس الملك واقترب من خسارة الدوري السعودي. وأضافت التقارير أن ريال مدريد مستعد لتعيين رونالدو كسفير النادي. ووضحت التقارير أن ريال مدريد أغلق صفحة رونالدو كلاعب كرة القدم ولكن لا يستبعد استفادة منه في دور آخر.